يا فاطمة. أنسي فاطمة كيتنجي، اجيتي بكامل إرادتك وبدون أي ضغط عليكي. أنت موافقة على الزواج من كريم أورغاز؟ أخذوا كاشين، موتوني بالحياة، أخذوا روحي وأخذوا شرفي وأحلامي، سرقوها، سرقوا مني كل شيء حلو أنا حلمت فيه. ما طلبت منك تساعدني ولا بدي منك أي شيء. أنت واحد من الأربعة اللي اغتصبوني. وحياة الله أنا كمان بدي أنسى اللي صار. أنا نفسي أرجع أحب من أول وجديد وحابة أرتاح، بدي أعيش مثل بقية البنات وبدي طيب من جرحي كمان، بدي أرجع أوثق بالناس من جديد، بدي يكون في حدا وثق فيه. ايوه عثمان بيك. ايه اسماعيل، شو صار معك؟ انا نفذت كل اللي حضرتك قلت لي عليه وحليت المشكله. البنت معك؟ ايه الست نور معي وهلا رح وصلها. يعطيك العافيه، ان شاء الله ما تعذبت بحل مشكلتها. ما فاصلتهم كثير، دفعت لهم اللي طلبوه. اسمي ما ذكر ما؟ لا تاكل هم يا بيك، كل شيء مثل ما بدك. ايه منيح. مثل ما عم اقول لك، ما صادفتني اي مشكلة. بتعرف طالما انك حليت المشكلة، رح اعطيك اللي بدك اياه. ما عملت غير واجبي يا عثمان بيك. ماشي انا رح سكر هلا، بس تخلص اعطيني خبر. حاضر يا بيك. الحمد لله على سلامته، طمنوا العملية نجحت. الله يطمنك دكتور. حطيناه بالعناية المشددة، وهلا وضعه مستقر. يعني قصدك عدى مرحلة الخطر؟ إذا مرق هاليوم على خير ما رح يصير له شيء، بس أنتوا ادعوا له ينفذ منه، وبعد هاليوم رح نعمل كل شيء بنقدر عليه حتى ما يضل أي أثر للحادث. ليش؟ في احتمال تكون في أثر؟ بكل أسف، الجمجمة تبعه متضررة كثير، والرئة اليسرى فيها خسرة، رح نحاول نميعها. فيني شوفه دكتور؟ حاليا لا. دكتور خليني شوفه. كل كم ساعة رح نعطيكم تقرير عن وضعه العام، بس هلا ممنوع أي حدا يفوت لعنده، الحمد لله على سلامته. شكرا. تفضل اقعد شمسي. أنا رايحة أخبر كيندا وطمنها. يا حبيبتي.